ينضم معنا الآن عبر سكايب الخبير الأمني السيد كاظم الجحاشي. أهلا بك سيدي الكريم في نشرة أخبار المنتصف من الرابعة. أهلا وسهلا بكم أخي العزيز. نبدأ من المرحلة الثانية لعملية الإرادة الصلبة في محافظة الأنبار، كيف ستسهم هذه العمليات في بسط الأمن؟ نعم، حقيقة هذه العمليات وخاصة احنا في ظل هذا الوضع السياسي المربك هي من العمليات اللي احنا نقدر نعتبرها عمليات عسكرية غير نوعية، عمليات عسكرية عادية، ولكن العراق حاليا وفي ظل التدخل التركي على الحدود وعلى الشريط الحدودي العراقي التركي هو من العمليات الخطرة والذي يعد هو احتلال للعراق. احنا بدل هذه العمليات يجب ان نضع حد لهذا الاحتلال، زين، ونتصرف وفق هذه المعطيات على الارض، لان تركيا حقيقة يمكن اكو امور ما يعلمها الجميع، لكن احنا عبر التقارير الدولية تركيا دخلت 50 كيلو اضافية وبنت لحد الان اقامت 24 موقع عسكري، 24 موقع عسكري، يعني تعمل بمنظار الاحتلال وبناء قواعد، احتلال بناء قواعد، تقدم وبناء قواعد، يعني 50 كيلو داخل الحدود العراقية. طيب. أي في منطقة في محافظة الدهوك وفي زاخو وعلى طول الشريط الحدودي العراقي بحجة مقارعة ومقاتلة. نعم. سيد كاظم، يعني برأيكم ما سبب هذا التمادي والاستهتار برأيكم؟ كما تعلمون بأن تصريحات الحكومة التركية تقول بأن هناك اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية مع السيد الكاظم، وأيضا اتفاق مسبق مع مسرور برزاني باتجاه توغل القوات التركية في شمال العراقي، ولو أننا ابتعدنا عن قضية الإرادة الصلبة ولكن سنعود إليها من جديد، وأنتم دخلتم في هذا المحور، لكن لماذا لم تكون النتائج ملموسة من قبل الحكومة العراقية للوقوف ببيان صريح؟ وكما تعلمون بأن وزارة الخارجية العراقية قد صرحت بأن ما تحدث به السيد أردوغان بأنه منافي للحقيقة. نعم أخي العزيز، هو شنو منافي للحقيقة؟ يعني إحنا القاصي والداني يعلم بأن هناك اتفاقية، وتركيا إذا تجي على القانون الدولي وبالقانون تركيا محقة، ولكن خرقت الاتفاق، يعني هناك اتفاق وليس اتفاق، مو اتفاقية واحدة، اتفاقية في 95، في عام 95، اتفاقية في عام 2007 من قبل جواد البولاني وزير الداخلية السابق، اتفاقية أخرى مع السيد الكاظمي، ولكن هذه الاتفاقيات أخي العزيز وليعلم الجميع هي اتفاقية ينفذون عمليات بعلم الحكومة العراقية بموقع واحد، وهو كان عبارة عن مدرج لطائرات النظام السابق، هذا فقط هو يعتبر موقع كقيادة علما للقوات التركية، ولكن تركيا أخذت 24 موقع والعشرات من المواقع المحصنة احنا نصيح لها موقع عسكري ثابت على الأرض وعلى الجبال والوديان. طيب هنا خرقت الاتفاقية، على العراق أن يتخذ موقف قانوني، مو موقف بس تصريحات، الموقف القانوني هنا يجتمع مجلس النواب. أنا أستغرب والله على هالعدد الكم الهائل من المستشارين القانونيين والأمنيين، يعني ما يعرفون ينطون حل، البرلمان يجتمع يقرر أما يلغي الاتفاقية أو يعدل الاتفاقية، ستكون آنذاك تركيا ملزمة بتنفيذ هذا وتقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن، أي واحد. اثنين، أعلنت الخارجية العراقية ببيان خجول أنه إحنا إذا بقيتوا هيك تدخلون وتدخل عسكري إحنا احتمال اللجوء إلى الخيار الاقتصادي، عفوا الخيار الاقتصادي. أخي شنو خيار اقتصادي؟ التعامل بالمثل، المفروض هسه هذا يعتبر احتلال، المفروض على العراق يسوي غلق الحدود، غلق كل المنافذ مع تركيا والتصرف بحكمة، التصرف بحكمة، لأن احنا ما عندنا الإمكانية العسكرية أن جابه الجيش التركي، ما عندنا الإمكانية، هاي واحد. وهناك ملفات عديدة منها الملف العراقي الكردستاني مثلا في إقليم كردستان، ما محلولة لحد الآن هل تدخل قطعات، مع العلم الأخوة الكرد لا يمانعون بدخول قطعات عسكرية بالتنسيق مع البيشمركة مشتركة للشريط الحدودي، بالتنسيق مع شريط الحدود، لحد الآن هاي ما مطروحة على الطاولة. أخي العزيز، الحقيقة هذا الوضع هو هشاشة الوضع السياسي، الوضع السياسي في العراق هش جدا مما أدى إلى العراق لهذا المنجز. سيد كاظم،
نعم. طيب كيف ستتعامل الحكومة المركزية العراقية مع المناشدات من قبل الأهالي في المناطق المحاذية للحدود التركية وتدخلاتها والكثير من الشهداء والضحايا يسقطون الآن جراء التدخلات والتوغل التركي؟ أخي العزيز، تعاملت الحكومة بيش تعاملت؟ تعاملت بنصب ثلاث مواقع مراقبة على طول الحدود، وهذا الحكومة العراقية اعتبرت نفسها أنه هي تحركت عسكريا. يعني نصبوا لي ثلاث مواقع عسكرية، هو هذا الحل؟ زين، أنت المفروض التنسيق مع الأخوة في إقليم كردستان والتوجه إلى هذه المناطق. الجيش العراقي يتحرك الجيش بالتنسيق مع الأخوة الكرد في البيشمركة، يتحركون لصد هذا الهجوم، لأن هسه هو هذا يعتبر هجوم. أخي العزيز، ده يعتبر ليش؟ لأن ده يتقدم. هو لو اكو اتصال، مثلا اكو اتصال وزارة الدفاع التركية ووزارة الدفاع العراقية بأن احنا هاي ننفذ العملية مثلا إلى هذا الجبل ونوقف او نرجع، ماكو هيك شيء، هيك تنسيق ماكو. القوات التركيه تقصف طائرات، واثنين بالمناسبه وصل العدد الى 13 قريه هجر سكانها تركوا المناطق، وشهداء تسقطون شهداء من ابناء كردستان. طيب هذا العمل الحكومه العراقيه ملتهيه بغير سوالف. المفروض هسه التحرك يكون تحرك سياسي عسكري دولي، سياسي عسكري دولي. سياسيا ألجأ إلى مجلس النواب يجتمع جلسة طارئة، أو مجلس الأمن القومي العراقي يجتمع جلسة طارئة، لأنه الجيش التركي دا يدخل. طيب أنتوا يا عراقيين ويا حكومة عراقية، اتفاقية لوزان لوحت فيها تركيا لأكثر من مرة، ستنتهي في عام 23. إذن بما معناه أنه الأتراك لديهم أطماع في الأراضي العراقية، يعني ما يعني راح يوصلون الى كركوك. نعم. اطماعهم توصل الى كركوك. هاي الحكومه العراقيه هل تعي هذا الموضوع؟ هل تعي هذا الموضوع الحكومه العراقيه؟ اتفاقيه لوزان خلي ينتبهون عليها توصل الى، وهي شنو الاتفاقيه نصها؟ انه اي مكان في اقليه او مجموعه تركيه او تركمانيه فهذه المنطقه هي. نعم. عثمانية. نعم. انضممت معنا عبر سكايب الخبير الأمني السيد كاظم الجحشي، شكرا جزيلا لك.